لم يكن عام 2021 عاما عاديا بل حفل باحداث وتطورات بعضها كان دراماتيكيا وبعضها كان مفصليا ما بعده ليس كما قبله هو ذا حال الانسحاب الامريكي من افغانستان حدث العام بامتياز مع خروج القوات الامريكيه بعد عقدين من الاحتلال غادر الجنود الامريكيون المستنقع الافغاني الذي دخلوه لتحقيق اهداف كثيره في مقدمها القضاء على طالبان وخرجوا من المستنقع الافغاني وطالبان نفسها تسيطر على البلاد لتبدا حقبه جديده مشرعه على اسئله لا تنتهي الاهم بينها ربما قياده امريكا للعالم ما بعد افغانستان وشكل الصراعات مع صعود قوى مناهضة لواشنطن وتحديدا الصين التي ترى فيها الولايات المتحدة مصدر التهديد الرئيسي لمصالحها ومكانتها هذه مياه الاندو او منطقه المحيطين الهادي والهندي التي تشرف عليها عشرات الدول هذه المياه تشهد منذ فتره على تصاعد النشاط العسكري لقطبين اساسيين في المشهد الدولي الصين من جهه والولايات المتحده وحلفائها من جهه اخرى كاليابان وكوريا الجنوبيه هنا تنشط القطاعات العسكريه المختلفه من سفن وغواصات تحت عده عناوين منها التدريبات للحفاظ على الجهوزيه العسكريه وحمايه تايوان التي تعتبرها بكين جزءا منها وتدعم واشنطن استقلالها. هذا النشاط العسكري ما هو الا واحد من اوجه الصراع الذي يزداد احتداما يوما بعد يوم بين الصين والولايات المتحده. سواء في مجالات الاقتصاد كالتقنيات والاسواق الماليه او في ساحه السياسه الدوليه التي باتت الصين تتحرك بثقه اكبر فيها ولاسيما مع تعمق تحالفها مع روسيا وايران وسوريا ومع عملها الدؤوب على انجاز خطه الحزام والطريق التي ستفتح خطوط المواصلات والتجاره بين 120 دوله. تصاعد الصراع يقول ان الامر ليس متعلقا فقط بانهيار النظام الاحادي القطب دوليا بعد فتره جرب فيها الكوبوي الامريكي فرض رؤيته الراسماليه الاستهلاكيه على شعوب العالم من خلال الترويج للديمقراطيات سلميا من خلال دعم الثورات الملونه او عسكريا عبر الدبابات والعمليات الجويه كما حدث في في افغانستان والعراق نحن نقترب يوما بعد يوم من عالم متعدد الاقطاب تتراجع فيه القوة الامريكية بفعل عوامل عديدة ابرزها الانكماش الاقتصادي بسبب جائحة كورونا وايضا النفقات العسكرية الباهظة والتي كلفت واشنطن فرض مدفوعات على حلفاء تاريخيين لها في منطقة الشرق الاوسط مقابل امن انظمتها كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب مع السعودية مثلا وفيما يحذر كثر من الاقتراب من لحظة الصدام المباشر يعول خبراء على تقدير البلدين حسابات الربح والخسائر من أي مواجهة عسكرية فالصين تطرح نفسها دائما لاعبا دوليا داعيا لتقارب وجهات النظر والسلام عالميا فيما الولايات المتحدة لا تزال تلملم أثار خيبتها في أفغانستان التي دخلتها لمحاربة من وصفتهم بمحور الشر وخرجت منها وقد أوصلتهم بيدها إلى استلام السلطة في كابل اهلا بكم مشاهدينا الى هذه الحلقه الاولى من تغطيه الميادين نهايه عام بدايه حقبه نطل فيها ونوثق الاحداث التي طبعت العام 2000 وواحد وعشرين في المنطقة والعالم أحداث ربما انتهت بالمفهوم الزمني لكنها تؤسس لحقبة جديدة نحاول استشرافها والبداية من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أرحب بضيفي حلقتنا الأولى من واشنطن سيدة مارغريت كيمبرلي كاتبة ومحررة نشرة بلاك أجندا روبرت ومن القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات رئيس وحدة الدراسات الأسيوية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مرحبا بضيفينا أبدأ وإياك السيدة ماركت كيمبرلي من الحرب أو الحرية الباقية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على أفغانستان وخطاب جورج بوش لسحق الأعداء إلى مشهد الانسحاب الذي رتب على عجل المربك والأشبه بالهزيمة والهروب من أفغانستان وبقاء طالبان في الحكم هذا المشهد على مستوى التداعيات لنؤسس لحقبه جديده في الذهنيه الامريكيه في المشهد بالنسبه للامريكي في الولايات المتحده الامريكيه ما هي الخلاصه او الصوره التي طبعت في ذاكرته الأمريكيون كانوا داعمين طبعا للاحتلال لأنه بدأ بعد أسابيع من أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 وقيل لنا أنه لكي نكون بأمان الجيش الأمريكي عليه أن يقوم باحتلال أفغانستان وبالتالي الأمر بدأ كحرب شعبية ولكن بعد عشرين عاما الكثير تساءلوا لما الولايات المتحدة لا في افغانستان مليارات الدولارات قد صرفت والناس ارادوا الانسحاب ولكن الانسحاب الفوضوي والاخطاء الواضحه التي قامت بها إدارة بايدن كان أمرا طبعا مزعجا الأمريكيين محزنا الأمريكيين على الرغم من أن الأمريكيين يرغبون بالانسحاب الأمريكيون يرغبون أن يروا إدارتهم على أنها غير إذا قادرة للثقة ولكن يجب أن يعرف الناس أنه لا يوجد إذا عالم أحادي الأقطاب الولايات المتحدة يمكنها أن تدير كل الدول الولايات المتحدة تملك القوة العسكرية لاحتلال الدول ولكن وقت إذا القطب الواحد قد انتهت هنالك قوى عظمى اخرى في العالم روسيا الصين طبعا وهي اقرب من بلدان مثل افغانستان وتملك مصالح واهتمامات يجب اخذها بعين الاعتبار واعتقد ان هذا كله جيد واتمنى ان الامريكيين يعون ان الامر كان مفيدا لنا ولامننا الولايات المتحده ان تنهي هذه الاحتلالات احتلالات الدول الاخرى في 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 يعني المواطن الامريكي خرج بخلاصات ما تتفضلين بطرحه صوره الولايات المتحده الامريكيه التي تقود العالم ليس فقط على المستوى العسكري وانما حتى تحت مفاهيم الديمقراطيه والحريات والمفهوم ايضا الاخلاقي والانسانى هذه الصوره بين قبل عقدين واليوم كيف تغيرت وهل خرج بخلاصات ما تفضلت به نتحدث على مستوى المواطن الامريكي هنا لسوء الحظ الحظ كلا الامريكيون يعتبرون دولتهم على انها على حق على انها دوله جيده واخشى انه بعد عشرين عاما هذه المفاهيم لم تتغير لم تختفي بالتالي معظم الامريكيين يعتبرون امريكا على انها ديمقراطيه وانا وغيري نعتبر انها ليست كذلك وان افضل واحسن واكثر اخلاقيه من الدول الاخرى وهذا ليس امرا صحيحا صحيحا عشرون عاما في أفغانستان قتل آلاف الأشخاص وانسحبت المُتّحدة، وإذا أثناء انسحابها قتلت أسرة مع أطفالها بعد تأكيدها لنا أنهم أنهم كانوا يقومون باستهداف إرهابيين وتبين أن أسرة بريئة وهذا مثال فقط عن الضحايا الأبرياء التي سقطت أثناء حروب أمريكا خلال العقدين الماضيين واحتلال العراق للأسف الأمريكيون لا. لم يتعلموا أي درس وكانك تشيرين سيده كاميرلي الي ان هناك تعامل بشكل او باخر لشريحه واسعه في الولايات المتحده الامريكيه اننا امام ازمه اداره انسحاب وليس على مستوى انتكاسه، هذا يحيينا اليك دكتور محمد فايز فرحات من المشهد الانتصار العظيم للولايات المتحده الامريكيه، الاف الصحفيين والكاميرات كانت تتابع هذا الحدث لدخول الولايات المتحده الامريكيه واحتلالها افغانستان، استعراض كامل للقوة والعتاد العسكري وحاملات الطائرات الكبيره الى مشهد الـ الانسحاب الفوضوي والهزيمه ومصطلحات كثيره حفلت فيها ايضا الصحف وحتى التصريحات على مستوى الولايات المتحده الامريكيه والحلفاء الغربيين لترتيب طائرات الشحن وتفريغها وحمل اكبر عدد وباسرع طريقه للخروج من افغانستان، نحن امام ازمه او خساره ازمه اداره ام انتكاسه الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه وربما قيادتها في العالم. نعم يعني اولا كما اشارت الاستاذة مارجريت يعني الى بعض الدروس المهمة من التجربة الامريكية في افغانستان بشكل عام اعتقد ان الدروس اعمق بكثير من يعني لحظة او المقارنة بين لحظة دخول افغانستان وازاحة نظام طالبان الذي وصف بانه نظام يعني يرعى الارهاب وبين لحظة الخروج اعتقد ان هناك بين اللحظتين هناك دروس ضخمة جدا يعني ربما الولايات الولايات المتحده الامريكيه استوعبتها وربما لم تستوعبها حتى الان. يعني الدرس الاول في تقديري ان بامكان الولايات المتحده الامريكيه كقوه عظمى على قمه النظام العالمي بامكانها ازاحه نظام ما تصفه بانه نظام يعني غير صديق او نظام يرعى الارهاب الى اخره من التسميات التي يمكن تسميتها ولكن يعني يعني ازاحه النظم ربما تكون مساله ممكنه وحدث هذا في افغانستان حدث هذا في ليبيا حدث هذا في العراق ولكن بناء نظام جديد نظام ديمقراطي نظام فاعل نظام صديق للولايات المتحدة الأمريكية ليست مسألة يعني مضمونة وليست مسألة سهلة النظام الذي تم أو أنفق عليه الكثير من المليارات هذا سنرصده دكتور لكن على مستوى التقييم بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية خسرت في أفغانستان بمعنى هذه الساحة أطول حروب الولايات المتحدة الأمريكية أم نتحدث عن انتكاسة على مستوى عقدين من السياسة الخارجية الولايات المتحدة في المنطقة تتويج لأحادية القطب وبالتالي ارتباط وذلك بحضور الولايات المتحدة الأمريكية في الهيمنة على المنطقة وعلى يعني مستوى قيادة العالم عندنا أزمة أم انتكاسة وخير. يعني اعتقد ان الانتكاسه ربما يكون توصيف مبالغ به نحن اذا مرحله في انتقال النظام الدولي وفي تحول النظام الدولي وبالتالي نحن لم نصل الى المحطه النهائيه نحن اذا يعني ربما خسرت الولايات المتحده الامريكيه بالتاكيد في افغانستان ولكن هي دخلت صراع جديد صراع مع الصين الآن السؤال الآن يعني هل سوف تخسر الولايات المتحدة الأمريكية في صراعها مع الصين أم لا يعني إذا افترضنا أن الصين الولايات المتحدة الأمريكية خسرت حربها ويعني المواجهة مع الصين أعتقد أننا في هذه الحالة سنكون أمام أفول للولايات المتحدة الأمريكية أو على الأقل سوف تكون قد ضمن قوى او ضمن اقطاب اخرى في النظام العالمي م. فاعتقد ان يعني هناك اتفاق علي ان الولايات المتحده الامريكيه خسرت كثيرا في افغانستان يعني علي المستوي السياسي وربما يعني يمكن التناول مثل هذه الامور بالتفصيل لاحقا نعم. ولكن اعتقد نعم. مساله الانتكاسة ربما يكون يعني بها مبالغه شديده لاننا ما زلنا في مرحله انتقال في النظام العالمي الملف الصيني هو ملف اكبر بكثير صحيح. من الملف الافغاني وبالتالي اذا كسبت الولايات المتحده الامريكيه المواجهه مع الصين اعتقد هذه سوف تكون يكون مكسب كبير بالمقارنه بالملف الافغاني نعم. ولكن الملف الافغاني يظل إحدى المحطات الأساسية التي تقدم لنا بعض المؤشرات حول تحول النظام العالمي وفي تقديري أن هذا الملف يؤكد أننا نسير في اتجاه نظام متعدد نعم بكل الأحوال بين التداعيات والنتائج هناك يعني فاصل فيما يمكن الوصول اليه لاننا عندما نرصد هذا العام عام 2021 الحافل بالعديد من المحطات والاحداث كانت يعني كان عنوانا اساسيا فيه هو الانسحاب الامريكي من افغانستان في الشكل في مضمون ووصولا الى النتائج التي نريد ان نرصدها استشرافا فعلا هل نحن امام حقبه جديده مهتمه اسمع رايك سيده كيمبرلي بما قدمه الدكتور فرحات وشغل العالم كثيرا بانه الدرس مستقبل افغانستان ما بعد الانسحاب الامريكي فيما قد يبدو في الزاويه الضيقه هناك من سال عن مستقبل الولايات المتحده الامريكيه ما بعد الانسحاب الامريكي من افغانستان هل يبدو هذا الطرح حصيفا بمعنى اذا دخلنا الى ما يجري في الداخل الامريكي نحن امام انقسام يقال افقيا وربما حتى عموديا غير مسبوق اخذ بعض المناحي العنيفه بمعنى الولايات المتحده الامريكيه كانت تقول بانني اواجه الخطر حتى لا يصل الى داخل الولايات المتحده الامريكيه اليوم تغيب هذه الصورة وتتعمق الأزمات الداخلية والنقاشات حول حقيقة ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في العقدين الماضيين. هل يمكن طرح الأمر بهذه الزاوية أو من هذا المنظور؟ نعم يمكننا الأمريكيون لم لم يفهموا لما كان هنالك إذا جيش في أفغانستان بعد عشرين عاما الناس لم يفهموا كيف الجيش يملك هذه الميزانية الضخمة الضخمة 760 مليار دولار ودائما قيل لنا أنه لا يمكننا أن نحصل على ما نحتاج إليه وأن الحكومة لا يمكنها أن تساعد الناس ولكن هنالك دائما مال موجود لشن الحروب، هذا ادى الى انقسامات كبيره في البلاد، وانا تعلمون طبعا عدم شعبيه الرئيس بايدن، ولهذا هذا احد الاسباب. نحن نعطي هذه السرديات حول السلامه، حول الامن، حول ضروره الهجوم على بلدان اخرى لاسباب اذا غير منطقيه. هذا يبقي اذا الحكومه من عدم اذا تلبيه احتياجات الناس ولكن اضافه الى ذلك لا اعرف اذا إذا الناس يفهمون النزاع الحاصل حاليا، وأنا أخشى أن الرئيس بايدن وانسحابه من أفغانستان، وهذا دائما كان خوفي انسحب من أفغانستان ليهاجم بلدان أخرى، ليهدد بلدان أخرى. وبالتالي الولايات المتحده كانت تهاجم الصين وتعادي الصين وتعادي روسيا وتدعي ان الصين سوف تهاجم تايوان تاي وروسيا سوف تقوم باجتياح اوكرانيا وهذا من شانه ان يزيد التوتر في اقسام اخرى في العالم. وبالتالي الولايات المتحده تكرر اخطائها الاخطاء التي ادت الى عشرين عاما من الاحتلال والبؤس وال و... للمدنيين وطبعا ولتدني تدني تاثير الولايات المتحده في العالم هذا سنصده لكن هل سئلت الاسئله الصعبه بمعني المراجعات الدقيقه من يصنع السياسه الخارجيه في الولايات المتحده الامريكيه وكيف بعد هذا يعني بعد عشرين عاما من تحول يمكن ان يقول على اليات ترجمه السياسه الخارجيه مع يعني قدوم المحافظين الجدد واستخدام القوه المفرطه لتحقيق تفوق الولايات المتحده الامريكيه بمعنى القرار عند يعني الجهه التنفيذيه في الولايات المتحده الامريكيه قرار رئيس وليس قرار مؤسسات يتراجع الكونغرس على حساب قرار الرئيس هل سئلت هذه الأسئلة الصعبة من يفترض أن يقوم بذلك إذا أردنا أن نتحدث عن مستقبل مختلف للسياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية سيدة كيمبرلي أخشى الأسئلة الصعبة لم تطرح وبعد هذه السياسات الخارجية هي طبعا هي سياسات طبعا تعتمد على الحزبين طبعا الرئيس بايدن رئيس بايدن إذا وهو رئيس بايدن طبعا انسحب من أفغانستان لكن احتلال أفغانستان وافق عليه الديمقراطيون والجمهوريون وطبعا وكان هناك توافق وهذا كان لديه أثر سلبي على أمريكا وعلى العالم طبعا الصناعة العسكرية تتحكم على بغض النظر عن الرئيس لدينا وزير الدفاع السيد أوستن الذي جاء من أحد أكبر مؤسسات العسكرية في البلاد ريدون وهذا يشير إلى تحكم هذه الشركات على الحياة السياسية في واشنطن وعلى الرغم من أننا ننتخب رئيسا جديدا نصوت لرئيس جديد هذه القوى لا تزال هي التي تتحكم هي التي تحدد ما تقوم به الحكومة وما لا تقوم به الحكومة دكتور فرحات حتى نفهم مدى تأثير فعلا انسحاب الأمريكي على مستوى التوازنات والحضور في المنطقة وأوسع من ذلك على مستوى العالم ما الذي يعني أن تكون أفغانستان من دون حضور مباشر للولايات المتحده الامريكيه لا عسكريا لا دبلوماسيا يعني صار في تفويض للدوحه لتكون ممثله للولايات المتحده الامريكيه على هذا المستوى السياسي او الدبلوماسي لكن لا حضور للولايات المتحده الامريكيه، موقع افغانستان كيف ان يكون الان مؤثرا على مستوى المنطقه بالنظر للدول المحيطه لافغانستان، حتى في دول جاره لافغانستان رفضت ان تستضيف قواعد عسكريه للولايات المتحده الامريكيه، افغانستان سرت اسيا الوسطى وب وبالتالي الامتداد باتجاه المواجهة الأوسع صين روسيا إيران وما إلى ذلك ما أهمية موقع أفغانستان وكيف يختلف بلا وجود للاحتلال الأمريكي هناك نعم يعني اعتقد ان يعني غياب الولايات المتحده الامريكيه او انسحابها من افغانستان سوف يفتح المجال امام يعني صراع او انماط كثيره من الصراعات الاقليميه في افغانستان اولا هناك يعني دول اسيا الوسطى على سبيل المثال لديها مشروعات لنقل الطاقه عبر افغانستان من اقليم وسط اسيا وكما نعلم هو اقليم غني بموارد الطاقه الغاز والنفط الى اقليم اخر وهو اقليم جنوب اسيا وهو اقليم يعاني من العجز في مصادر الطاقه وجنوب اسيا تشمل بالاساس يعني باكستان والهند بالاضافه الى افغانستان ايضا، افغانستان لديها يعني في الحكومه السابقه ما قبل عوده طالبان كان لديها طموح بان تتحول افغانستان الى منطقه عبور لنقل الطاقه من اقليم وسط اسيا الى اقليم جنوب اسيا، وبالتالي بهذا المعنى فان افغانستان امام يعني يعني سيناريو ل وهو سيناريو إيجابي بالطبع ليس سيناريو سلبي وهو أن تنتقل أفغانستان إلى ساحة عبور لنقل الطاقة ولكن هذا مرهون بالتأكيد بتحقيق الاستقرار في أفغانستان وهذا سيناريو أو هذا شرط حتى الآن يعني يبدو أنه سوف يكون من الصعب تحققه لأمور كثيرة ولكن على المستوى السلبي أيضا أفغانستان سوف تكون ساحة للتنافس الدولي يعني مع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية هناك يعني فراغ قوه في افغانستان بالتاكيد سوف تسعي قوي اخري الي ملء هذا الفراغ والقوي المرشحه بالاساس هنا هي الصين واذا افترضنا ان الصين سوف يعني او سيطره الصين م. علي افغانستان م. هذا سوف يعني الكثير في موازين القوي سوف يعني الكثير ايضا في توزيع من يحصل هنا دكتور فرحات فقط الولايات المتحده الامريكيه ام مستوى ايضا الحلفاء على المفهوم الغربي يعني في التداعيات او فما رصد في انه في في التداعيات او حتى في الخلاصات حتى نكون ادق في فقدان للمصداقيه الولايات المتحده الامريكيه على المستوى الغربي، انت اشرت لتراجع الولايات المتحده الامريكيه نفوذا على المستوى العالمي لكن ايضا في توتر بالعلاقه كما طرح مع الحلفاء بالاطلسي في عمليه القرار والخروج والانسحاب بهذه طريقة. هل هي هنا يفترض ان نرصدها حتى نعرف نستشرف على مستوى المستقبل الامر في خساره على مستوى حلفاء الولايات المتحده الامريكيه اوروبيا غربيا على مستوى قوه وحضور ومكانه الاطلسي حتى يعني هذا بالتاكيد يعني الناتو كان جزء او كان حليف للولايات المتحده الامريكيه في افغانستان وبالتالي عندما تخسر الولايات المتحده الامريكيه وعندما تطلب من جميع الحلفاء الاوروبيين الانسحاب من افغانستان وفقا للاتفاق الذي تم توقيعه بين الولايات المتحده الامريكيه وحركه طالبان بالتاكيد هذا يعني ان يعني خساره ليس للولايات المتحده الامريكيه ولكن ايضا لكل حلفائها الاوروبيين. هناك نقطه اخرى يجب ان ناخذها في الاعتبار ايضا فراغ القوه في افغانستان الان بالتاكيد لن تملاه فقط الصين ولكن ستملاه ايضا روسيا هذا صح. احتمال كبير وحلفاء الصين والولاه وحلفاء الصين وروسيا ايضا واشير هنا تحديدا الى باكستان وبالتالي هذا يعني ان المحور المقابل للولايات المتحده الامريكيه والقوى الاوروبيه هو الذي سوف يملا الساحه في الاغلب في افغانستان واقصد هنا الصين وروسيا وحلفائهم في المنطقه وتحديدا باكستان لان كما نعلم باكستان اصبحت نقطه ارتكاز مهمه بالنسبه للصين، وبالتالي موازين القوى بالتاكيد سوف تتغير وفي تقديري انه لن يكون هناك وقت طويل حتى يعني ربما تعترف الصين نفسها وروسيا بحكومه طالبان وبالتالي هذا سوف يحقق ميزه كبيره للصين وروسيا طيب سنوسع في ذلك بعد الفاصل خصوصا في عمليه المواجهه الان يعني وكما توصفه الولايات المتحده الامريكيه التهديد يعني الاساسي او الاكبر الصين لكن اعود اليك الى نقطه طرحتها للدكتور فرحات سيده كيمبرلي صحيفه لوموند التي عرفت بانها لطالما كانت تنتقد السياسات الخارجيه للولايات المتحده الامريكيه في الثاني عشر من سبتمبر عام 2001 حمل المانشيت العريض العنوان الاساسي للوموند كلنا امريكيون هذا في قبل نحو عشرين عام اليوم على الساحة الدولية او بين قوسين العالم الحر صورة الولايات المتحدة الامريكية في سجلها على مستوى هذين العقدين كيف تاثرت وكيف اختلف الامر في الأيام ما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول، الولايات المتحدة كان لديها أصدقاء في كافة أنحاء العالم يقدمون المساعدة، ولكن في العقدين الماضيين ما قامت به الولايات المتحدة؟ لقد قامت باجتياح العراق، لقد قامت بتدمير ليبيا، لقد حاولت تدمير سوريا، لقد حاولت أن تقوم بإقامة نزاعات مع الصين وروسيا واستخدام العقوبات كسلاح وبعد طاب الصحب من أفغانستان فرض عقوبات الكثير حصل خلال العشرين عاما الماضية تسببت بألام كثيرة لأشخاص دعم الولايات المتحدة اليوم هؤلاء الداعمون لم لا يدعموا الولايات المتحدة المتحدة متنمرة دولة متنمرة في العالم لدينا اذا مستويات عدم كفاءه في الاداره الامريكيه اداره بايدن قامت بعمل سيء للغايه على مستوى السياسه الخارجيه ولا تملك حتى ثقه شعبها ولا حتى باقي العالم بالتالي احدهم قال اعتقد ماو ان الولايات المتحده طبعا هي نمر من ورق ونعم هي بلد يمكنها ان تقوم بخلق دمار كبير ولكن في جهودها للحفاظ على هيمنتها ولاذن تحويل اي دوله الى عدو تسببت بدمار كبير في كافه انحاء العالم وهذه طريقة عمل المتحدة وهذا واليوم الناس لا يجب ان يعطي قبله المتحدة بالتالي أيام إذا رؤية عناوين مثل جميعنا أمريكيون هذه الأيام قد ولت كلنا أمريكيون لم يكن فقط شعار على صحيفة لوموند الفرنسية هذا كان عنوان بالنسبة لكل القادة العالم نتحدث ليس فقط على المستوى الغربي روسيا والصين لم تتحفظ على قرار مجلس الأمن الذي أعطى الولايات المتحدة الأمريكية تخويل للمواجهة والمقاتلة وفيما بعد عنوان محاربة الإرهاب اختلف المشهد بالكامل كما تقول السيدة كيمبرلي وكما نشاهد بالنسبة للمواقف حتى بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية لكن موقع روسيا والصين وأيضا ممن يوصفون بالخصوم والأعداء الولايات المتحدة الأمريكية اختلفوا وبالتالي كيف سنرى ذلك في المستقبل ما بعد الانسحاب الأمريكي تبقينا معنا لطفا سيدة مارغريت كيمبرلي دكتور محمد فايز فرحات ومشاهدينا متواصلون معكم نهاية عام بداية حقبة نعود بعد الفاصل تفضلوا رجاء بالبقاء معنا بداية عام بداية حق في هذه التغطية نجدد ترحيب بكم مشاهدينا ما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان مقالات وتقارير ودراسات حول دروس الحرب وواقع القيادة الأمريكية للعالم بينها ما كتبته مجلة فورينز أفيرز التي تقول إن صدمة الفشل في أطول حرب أمريكية قد توفر فرصة مفتوحة لإعادة فحص القائمة الطويلة من التدخلات السابقة وإعادة النظر في السياسة الخارجية للولايات المتحدة في حقبه ما بعد الحرب البارده على نطاق اوسع المجله تتحدث عن ثلاثه دروس اساسيه من حدث افغانستان. اولا، الولايات المتحده سيئه بشكل خاص في تجاهلها تاريخ وثقافه وقيم البلدان التي تتدخل فيها بشكل روتيني ليتعاملوا مع التاريخ والثقافه كخلفيه او سياق وليس كعوامل حاسمه من شانها ان تحدد النجاح او الفشل. ثانيا، ما حدث في افغانستان لم يكن بسبب الافتقار الى المعلومات الاستخباريه الجيده بل بسبب فشل القاده المدنيين والعسكريين في الاستماع إلى ما لا يريدون سماعه ثالثا لا يستطيع صانع السياسة في الولايات المتحدة الاعتماد على الجيش لاستنتاج أن المهمة غير قابلة للتحقيق القيمة الأساسية للجيش هي تنفيذ أي مهمة يكلف بها حتى لو كانت صعبة هذا يعني أن الرئيس الذي يدرك أن الدولة قد اتخذت خطوة لا يمكنها تحقيقها يجب أن يرفض نصيحة جنرالاته في مرحلة ما انطلاقا من هذه الخلاصة نجد الترحيب بضيفينا معنا من واشنطن سيدة مارغريت كيمبرلي الكاتبة كاتبة ومحررة نشرة بلاك أجندة ريبورت ومن القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات رئيس وحدة الدراسات الأسيوية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مرحبا بكما استأنف النقاش وإياك دكتور فرحات في الخلاصة الأخيرة المتعلقة بالجيش بمعنى ما الذي قد نراه في المستقبل على مستوى عدم قدره القوه العسكريه على اتمام الاجنده الامريكيه، كيف يستفيد الخصوم؟ ما هو حجم العطب التي تضرر هنا الولايات المتحده الامريكيه ويستفيد منها الخصوم لا سيما روسيا والصين؟ يعني هناك دروس كثيره ترتبط بهذه النقطه في الحقيقه، النقطه الاولى او الدرس الاول في تقديري ان بامكان يعني قوه غير نظاميه او حركات او تنظيمات مهما كان تصنيفها كانت سواء كانت تصنيفات ارهابيه او غيرها بامكانها يعني تحقيق الانتصار في مواجهه الجيش الاول او الجيش القوى العظمى في النظام العالمي او على الاقل يعني عدم تقديم فرصه كافيه لادعاء او حديث القوى العظمى على يعني تحقيق يعني تحقيق انتصار في مواجهه يعني مثل هذه الحركات في حروب غير نظاميه هذا هو الدرس الاول الدرس الثاني ان القوى العظمى او الجيش الجيوش الكبرى يعني او جيوش القوى العظمى ليس بامكانها اعاده بناء دول حتى مهما كانت هذه الدول صغيرة أو مهما كانت فقيرة أو مهما كانت ضعيفة يعني ليس بإمكانها بناء يعني نموذج سياسي فاعل أو اقتصاد يعني مستقر أو إعادة بناء دولة بشكل عام يعني هذا هو الدرس الرئيسي في أفغانستان أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت هناك بكل قدراتها كيف سنرى التأثير لنستشرف وإياك دكتور فرحات بجملة كيف يستفيد الخصوم والأعداء هنا عندما نتحدث عن الصين مثلاً أو حتى روسيا بشكل سريع لطفا يعني أعتقد النقطة الأساسية التي قد تستفيد منها دول كبرى مثل الصين أن أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الجيش الأمريكي لا يتصرف بفعالية بالأساس هناك يعني أيضا كان هناك بالشكل واضح طوال العقدين الماضيين كان هناك تضارب وتناقض وعدم تناغم علي الاقل بين المؤسسات الرئيسيه بين الخارجيه والدفاع واجهزه الاستخبارات والبيت الابيض لم يكن هناك يعني توافق واضح ويعني بين كل هذه المؤسسات لتنفيذ مشروع محدد يعني ذهبت اليه الولايات المتحده الامريكيه في عام 2001 نعم. بهدف محدد وهو يعني هزيمه التنظيمات الارهابيه هناك نعم. وبناء دوله جديده لم يكن هناك توافق كافي بين كل هذه المؤسسات اعتقد كل القوى التي ستتعامل مع الولايات المتحده الامريكيه في الفتره القادمه بالتاكيد سوف تضع هذه المساله في الاعتبار وهذه مساله ما قائمه واحدى سمات المؤسسات الامريكيه بشكل عام. طيب سيده كيمبرلي هل فعلا بدانا نشهد اثار التداعيات بمعنى النتائج؟ لتراجع الولايات المتحده الامريكيه عن القمه ومحاوله ما يقال توريط الناتو في اعاده يعني استراتيجيه تطويق روسيا ونحن ربما امام قد يكون اندلاع معارك يعني الدول الاوروبيه باتجاه روسيا واحده من الاساسيات التي تحاول الولايات المتحده الامريكيه تعطيل عمليا صعود القوى التي ستكون منافسه حقيقيه على مستوى قمه العالم، هل بدانا نتلمس ذلك استشرافا؟ <applause> نعم. نعم نستشرف ذلك لسوء الحظ بدلا من محاوله التعايش مع بلدان اخرى بدلا من تقبل ان بلدان اخرى تملك ايضا مساحات تاثير ونفوذ، المتحده تحاول ان تتنمر على حلفائها واصدقائها ودول اخرى لتقوم بما ترغب به في اوروبا حيث المانيا وهي حليفه المتحده قامت بالتفاوض على اتفاق لبناء طبعا خط الانابيب الشمالي من روسيا الى المانيا، ولكن بدلا من تقبل هذا الاتفاق وان الحكومه الالمانيه من حقها اتخاذ قرارات تفيدها، الولايات المتحده تقوم بتقويض الاتفاق، وبتقويض دور حليف وتحاول ان تحاول اذا ان تحفز الاوكرانيين لتصعيد الحرب الاهليه وتستخدم هذا كذريعة لهجوم على روسيا وهذا أمر خطير للغاية كافة الاتفاقات النووية التي وقعتها المتحدة منذ عقود قد انتهت صلاحيتها ونرى رئيسا آخر يقوم باتباع خطوات خطيرة للغاية إذا بدلا من استخدام الدبلوماسية بدلا من أيام ريتشارد نيكسون الذي كان طبعا اذا المقاتل البارد الذي كان بامكانه التواصل مع الصين واقامه علاقات اليوم نرى الولايات المتحده تتضاءل في دورها كقائده في العالم وفي تضاءل قدرتها على اقامه السلام وقدرتها على تقبل ان البلدان الاخرى تملك دورا تلعبه وايضا اتخاذ قرارات اذا كارثيه وتواج... وتضع العالم باكمله في خطر محاولة للتفرغ أيضا بشكل أو بآخر باتجاه الصين أو منع أن يكون هناك ترابط بين روسيا والصين وقوى أخرى لتغيير فعلا في الخارطة على مستوى العالمي، سنتحدث عن الصين هنا وفي مقابل تراجع الهيمنة الأمريكية في العالم، أسئلة عن شكل النظام العالمي الراهن في ظل التنافس بين الولايات المتحدة والصين الذي يستخدم فيه الطرفان مختلف الأدوات الاقتصادية والسياسية وأساليب الردع العسكري. مجلة بروجكت سيندكت تقول أن تحديد ميزان القوى لن يكون عن طريق التطور التكنولوجي انما عن طريق الدبلوماسيه والخيارات الاستراتيجيه سواء في الداخل او في الخارج. تقول المجله ان الولايات المتحده تلعب مع الصين لعبه الشطرنج ثلاثيه الابعاد بتوزيعات مختلفه تماما للقوه عن المستويات العسكريه والاقتصاديه وحتى الوطنيه، لذلك يجب ان تتجنب استراتيجيه الصين الجيده الحتميه العسكريه وان تشمل الابعاد الثلاثه للاعتماد المتبادل. هذا اسالك عنه مباشره دكتور فرحات، هذه الاستراتيجية ثلاثية الابعاد او لعبة الشطرنج كما جاءت في المجلة، كيف تجدها في مواجهة الصين؟ هل يمكن ان تغير في ما يقال السيناريو الحتمي صعود الصين في مواجهة الولايات المتحدة الامريكية مستقبلا؟ يعني اعتقد مساله جر الصين الى الخلف او محاوله يعني اجهاض المشروع الصعود الصيني اعتقد ان احتمالاته ضعيفه جدا من جانب الولايات المتحده الامريكيه. يعني الصين لم تعد رقما هينا في النظام العالمي سواء على المستوى الاقتصادي او على مستوى التكنولوجي، يعني الصين اصبحت يعني نقطه ارتكاز او محور لمصالح دوليه عديده، ليس فقط في منطقه شرق اسيا او جنوب شرق اسيا وهي مناطق نفوذ تقليديه للصين منذ عقود ولكن حتى داخل القوى داخل القاره الاوروبيه الصين الان اصبحت يعني ترتبط مباشره بالقاره الاوروبيه من خلال شبكات السكك الحديديه اصبحت ترتبط ايضا بمنطقه اوراسيا واسيا الوسطى بشبكات للسكك الحديديه والطرق البريه بالاضافه الى خطوط لنقل الغاز ايضا الصين اصبحت مستثمر مهم في قطاعات مه... يعني شديده الحساسيه داخل الاقتصادات الاوروبيه سواء قطاعات المه... الموانئ البحريه او قطاعات التكنولوجيا المعلومات وبالتالي يعني الصين اصبحت يعني امكانيه أو احتمالات جرها إلى الخلف أو إجهاض مشروع الصعود الصيني، أعتقد أنها أصبحت مسألة شديدة الصعوبة. أيضا الصين لا. أصبحت يعني رقما مهما فيما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية والمالية. يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تفرض هيمنتها على النظام العالمي خلال يعني النصف لا. الثاني من القرن العشرين من خلال مؤسسات بريتن وودز، الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ثم منظمة التجارة العالمية لاحقا فإن الصين أيضا أصبحت الآن. أصبح لي السفيد من هذه النقطة دكتور فرحات ضاق داق الوقت. لأن هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة للمؤسسات البديلة التي تنافس وخصوصا على المستوى المالي. لأنه هي النقطة الأساسية التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية بسيف العقوبات والتحكم بهيمنة الدولار على مستوى العالمي. سيدة كيمبرلي هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحشد ضد الصين؟ كما فعلت مع الاتحاد السوفيتي سابقا في شيطنة الحزب الشيوعي أو حتى تقديم مقاتلة الإرهاب القاعدة طالبان كما فعلت في أفغانستان هل تستطيع أن تفعلها مع الصين فيما تمثله الصين بحضورها بمصالحها بتشابكها ليس فقط مع الدول الأوروبية وعمر وحواسي على مستوى العالم طريق واحد حزام واحد كما تقدمه الصين الجهود المتحده في محاوله تقويض الصين سوف تفشل لا يمكن اذا ان نقود ما انجزته الصين اذا في بدايه انفتاح الصين المتحده وبلدان اخرى اذا وجدوا هذه طريقه كانتشار سلع اذا غير مقيمه اذا الصين اذا استغنمت هذه الفرصه وتحولت الى قوه عظمى اقتصاديه وسياسيه ولا يمكن اذا اجهاض هذه الجهود بالتالي اي جهود تقوم الولايات المتحدة لتقويض الدور الصين في العالم سوف تفشل عندما تستهدف المتحدة دولة, دولة أخرى ما تقوم به هذه الدولة هذه الدولة تتحول نحو الصين إذا مبادرة الطريق والحزام تقوم بإنجاز الكثير من المشاريع البنية التحتية في بلدان في كافة أنحاء العالم إذا تفيد ملايين الأشخاص هذا أمر لن يتغير بالتالي المتحدة يمكن أن تشيطن الصين ويمكن إذا أن تقوم ببروباغندا ضد الصين وتقوم بإطلاق الأكاذيب ضد الصين ولكن لا يمكنها ان تغير الواقع واقع صعود الصين كدوله عظمى ويجب تقبل هذا الواقع هذا الواقع لن يتغير واي جهود لتقويض اجهاد صعود الصين سوف يؤدي الى نتائج وخيمه طلاقا من ذلك نحن نعود للحظه الانسحاب للولايات المتحده الامريكيه من افغانستان هذه اللحظه حفرت عميقا ليس فقط بالنسبه للمواطن الامريكي او الاوروبي الغربي وانما على مستوى العالم لصوره الولايات المتحده الامريكيه لمكانه الولايات المتحده الامريكيه لا سيما على المستوى الانساني والأخلاقي مواقع التواصل الاجتماعي كانت حافلة بالصور التي التقطت على هذا المستوى وهذا سنحاول رصده ولو بمحطات أساسية مشاهد أو أفلام فيديوهات وصور تحديدا لهذا لهذه الصورة الولايات المتحدة الأمريكية المهمة منوطة بالزميل علي أحمر مرحبا علي مرحبا روميا يبدو الفيديو الأكثر انتشارا والأكثر استلهاما والوقوف عنده بالنسبة للناس على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الطائرة الأمريكية المغادرة ومحاولة التمسك بها أليس كذلك صحيح راميا هذا المشهد بات مرادفا للانسحاب الأمريكي من أفغانستان مشهد بالرغم من قساوته على المستوى الإنساني كان من الأكثر انتشارا فلنتابع سويا نتابع هذا الفيديو راميا بات بالنسبه للكثيرين نسخه فيتنام عام 2021 فهو اعاد ذاكره الكثيرين ما حدث في سايغون عام 75 عندما تركت الطائرات الامريكيه خلفها حلفائها الفيتناميين. المشهد تكرر ثانيه في مطار كابول عند الانسحاب الامريكي. الوصول إلى الطائرات لم يكن سهلا الفوضى كانت سيدة الموقف وبالتالي بتنا أمام مشهدين الإخفاق الأمريكي من جهة وسلوك الولايات المتحدة من جهة أخرى لا ندري سيدة زميلنا علي إذا كانت سيدة كيمبرلي ترى الأمر بنفس نفس الطريقة سيدة كيمبرلي ما تعليقك على هذه النقطة تحديدا هذه المشهدية وهذه الخلاصات كان <applause> من الحزين من ان هنالك شخصان وقعوا من الطائره وان الولايات المتحده كانت غير قادره على اداره هذا الانسحاب بطريقه لا تضع حياه الاخرين في خطر ولكن هذا الانسحاب كان غير متكافئ وكان اذا إذا كان هنالك فعلا فشل في الانسحاب وعدم القدرة على إذا الصراحة مع الشعب الأمريكي حول ما يحصل في أفغانستان. قيل لنا أن هنالك آلاف الجنود الأفغانيين ولكن أين هم؟ الجيش الأفغاني اختفى، الرئيس غادر البلاد مع حقائب مليئة بالمال، بالتالي كل ما قيل لنا كل ما سمعناه لأعوام كان كذباً وبالتالي هذه الصور هي صور مأساوية صور حزينة تخبرنا إذا عن كمية الأكاذيب التي أخبرتها الولايات المتحدة لشعبها إذا هذا يشير إلى الفوضى الذي تركته الولايات المتحدة في أفغانستان بالتالي هذه الصور أنتم محقين هذه إذا هذه الصور إذا لن ننساها أصبحت جزءا من ذاكرتنا أرجو ألا ينسى الناس أن الولايات المتحدة يمكنها يمكنها في يمكنها فقط أن تقوم بإثارة الفوضى عندما تحاول المتحدة أن تفرض هيمنتها النهاية دائما هي نهاية مأساوية وحزينة خصوصا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بأن لن يكون الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كمشهد سايغون عام 75 من القرن الماضي وحدث العكس تماما ولأننا نتحدث عن عملية الانسحاب أعود من جديد إليك زميلنا علي صوره الانسحاب الابرز والجندي الاخير الذي غادر ارض افغانستان. نعم رامي هي صوره يتيمه نشرها الجيش الامريكي وتوثق خروج اخر جنوده من افغانستان. وبقدر ما انتشرت هذه الصوره التاريخيه تتحدث فان هويه صاحبها انتشرت على نحو كبير وهو الجنرال في الجيش الامريكي كريس دوناهيو قائد الفرقه المجوقره الثانيه والثمانين الذي بخروجه انتهى عهدان او عقدان من الاحتلال الامريكي لهذا البلد وهذا يدفعنا علي للعوده من جديد دكتور فرحات هل انتهت حقبه القوه العسكريه المفرطه التي ارستها الولايات المتحده الامريكيه في هيمنتها على العالم على مدى عقدين وما المشهد لا لا. الذي سنراه انطلاقا من ذلك وكيف يمكن ان يستفيد الخصوم او الاعداء كما تصنفهم واشنطن الثابت من التجربة الأمريكية في أفغانستان هو يعني فشل النموذج الأمريكي هناك فشل الولايات المتحدة الأمريكية في بناء نموذج كانت يعني بشرت به المجتمع الأفغاني وبل بشرت به المجتمع الدولي بشكل عام في إعادة مسار أو إعادة الدول الفاشلة إلى مسار الدول الطبيعية ولكن فشل القوة العسكرية الأمريكية أعتقد ليس من الدقيق القول الآن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تقع على قمة النظام العالمي حتى الآن بمعايير القوة العسكرية ربما تراجعت من نحن نتحدث عن استخدامها لتكريس هذه القوة بمعنى استخدام القوة العسكرية لإبراز وأتمام وتكريس الهيمنة للولايات المتحدة الأمريكية ستتراجع هذه الاستراتيجية أو هذا الاستخدام أو الآليات؟ يعني أعتقد الثابت الآن بالفعل هو أن القوة العسكرية كما تملكها الولايات المتحدة الأمريكية ليست ضمانة أوه. للفعالية ليست ضمانة لتحقيق أهداف السياسة الأمريكية يعني وحالة أفغانستان مثال صارخ على على هذا امتلكت الولايات المتحده الامريكيه قوه عسكريه ضخمه امتلكت وفرات لا. ماليه ايضا ولكن لم تستطع بناء النموذج الذي كانت يعني تسعى اليه في افغانستان وبالتالي امتلاك القوه العسكريه هنا ليس شرطا كافيا للفعاليه لا. على المستوى النظام العالمي وبالتالي هذا يفتح المجال امام اسئله كبيره حول اذا ما كانت الولايات المتحده الامريكيه سوف تكسب لا. بالفعل المعركة القادمه مع افغانستان مع هذا عفوا مع الصين. هذا لا؟ هذا سنستشرفه حتى في تغطيتنا بكل الاحوال يعني عام ينتهي وحقبه تدشن او تبدا وفي الصوره الاخيره التي سأعود مجددا الى زميلنا علي فيها خرجت الولايات المتحده الامريكيه وحكمت طالبه طالبه صحيح اذا كانت الصوره التي شاهدنا قبل قليل راميه للجندي الأمريكي هي عنوان الحقبة الماضية فإن هذه الصورة تؤرخ لبداية حقبة جديدة في تاريخ أفغانستان بانتظار اكتمال واتضاح معلمها أكثر هنا يظهر عناصر حركة طالبان عقب دخولهم المقر الرئاسي في كابول الصورة نافست صور خروج الأمريكي من أفغانستان في العناوين الرئيسية والصفحات الأولى وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وهذا حلو اليك بعد ان اشكرك جزيل الشكر زميلنا علي الاحمر على هذه هذا الاستعراض الذي قدمته لنا سيده كيمبرلي اختم واياك في هذه الصوره تحديدا تغادر الولايات المتحده الامريكيه وتحكم طالبان بسؤال مركزي هل من الحكمه والحصافه ان تاتي دوله وتغزو دوله اخرى لتقيم او تشكل دوله وفق مفاهيمها ومعاييرها التي تقدمها بعيدا عن خصوصيه كل دوله ان تقدم في بدايه احتلالها صور لما تعتقده النموذج الافضل للنساء وللرجال ولبلد بما يملكه من ثقافه وحضاره وتاريخ ومكونات Well, I hope the lesson that أتمنى الأمثل أن الأمثلة تعلمها الأمريكيون الولايات الأمريكي 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 المتحدة يجب أن في التدخل في شؤون البلدان الأخرى. <applause> لقد ذكرت دور النساء في أفغانستان. وهذا أمر يستخدم دائما لتشجيعنا لدعم هذه التدخلات. ولكن أفغانستان كانت تملك دولة مدنية وكان للنساء دور فيها. ولكن الولايات المتحدة خوضت هذا الدور الأمثول التي يجب أن تعلمها أن الولايات المتحدة يجب أن تترك البلدان الأخرى لتقرر مصيرها ولتسمح للشعوب في كافة أنحاء العالم أن تكافح وأن تحقق مصيرها وأن تحدد الدولة ترغب بها أسوأ ما يحصل هو للولايات المتحدة أن تتدخل في بلدانها انظروا ما تقوم به المتحدة إذا عدد الضحايا المدنيين طبعا نزوح الآلاف نزوح الأفغانيين اليوم العقوبات تؤدي إلى البؤس والمأساة بالتالي صورة طالبان في المقر الرئاسي كان أمرا صادما للأمريكيين والأمر الذي طبعا طبعا قود من صورتهم لدولتنا الفعالة وأرجو أن يرى الناس هذا الأمر في إطار أوسع وأن يفهم الناس وأن يطالب الحكومة الأمريكية إذا وضع حد لتدخلاتها وضع حد لهجماتها ضد بلدان اخرى فهذا من شانها ان يؤدي فقط الى ماسي وفي النهايه المتحده لا تحصل على ما ترغب به والحريات والحقوق لا تعطى بصورة إن كانت المرأة تضع على رأسها حجاب أم لا أو رجل حليق الذك... الذقن أم لا هذه خصوصية يعني كل بلد وثقافته وديانته وما إلى ذلك هذا ما سمح به الوقت أشكرك جزيل الشكر سيدة مارغريت كيمبرلي أنت كاتبة ومحرر نشرة بلاك أجندة بلاك أجندة ريبورت ضيفتنا من واشنطن دكتور محمد فايز فرحات رئيس وحدة الدراسات الآسيوية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ضيفنا من القاهرة شكرا جزيلا لك مشاهدينا في صيف القدس بين بدايه عام او نهايه عام وبدايه حقبه الى اللقاء